عشان عايز حاجة بسرعة. Yeah. Right. Turn on your camera. All turn on your camera. لسه احنا لسه كان في فقرة طب لسه 3 ما خدناهاش هنكملها ولا لا؟ سيلابس يا هناخدها. مس يا ادهم اقفل المايك بقى. اسر اقفل المايك. هو يونيك فيس قصدي لسه ماما مس اقفل الريكورد ده انا بسجل من عندي. انا بسجل مصطفى كل الناس اللي بتسجل دي تقفل التسجيل. اوكي طب مس تقدري تقفلي البيكتشر اللي عندي يا مس؟ وير عند السكيورتي تحت يا مس. تقفلي البيكتشر من عندي. enable picture. مين بيتكلم؟ مين اللي عنده البيكتشر؟ أنا أسر؟ مس. أيوة مس. مس أنا هقفل. فين البيكتشر دي؟ أنا مش شايفة إن في بيكتشر. المس عند السكيورتي مس مكتوب كده enable picture. يا مس عشان هو حاط صورة يعني ومش عارف يشيلها. ماشي يلا نبدأ الدكتيشن. مش عارفة مش عارفة. تمام يلا write this word. اقفل المايك يلا. قولي اقفل المايك أحمد. اقفل المايك أحمد. مصطفى اقفل التسجيل ده وأنا بسجل من هنا. ماشي يلا نبدأ. قولي اقفل المايك وأنا هبدأ عشان ما نقعدش نقول يا ميس انت قلت ايه ومش عارفه ايه. فايه عايزين كده نبقى في سيستم زي ما متفقين. نقفل المايك وانا هقول الكلمه مره واثنين وثلاثه. يلا so write karate suit. karate suit. finish. Football pot. Football pot. Football pot. Boat service. Yeah. After it, swimming goggles. Swimming goggles. Swimming goggles. فوتبول ايه؟ جوجلز. سويمينج جوجلز. لا فوتبول ايه؟ بورتس. بورتس يا مس؟ بوتس بوتس. سو دبل او او فوتبول بوتس. مس بعد فوتبول بوتس. Flamingo goggles. Miss, what is flamingo goggles? Squash rackets. Miss? Squash rackets. What about the karate suit? Miss? Karate suit, football. Swimming goggles. Squash rackets. Miss? What is the karate suit? Rackets. After a squash racket. ناس بعديها ايه؟ هنقعد بقى نقول بعدها ايه ونشوشر بقى على بعض مش هنخلص النهارده الوردز. So football pitch. Football pitch. Football pitch. ناس بعد swimming goggles. Squash rackets. Squash rackets after squash rackets. Yes, squash rackets. Yes.
Right, high kicks. High kicks. But the football box. Yeah. Miss, بعد squash racket. Football beach. نعم. Football beach. Miss, بعد football beach. High kick. Miss, بعد high kick. So right, rhyme. إيه؟ Miss. Rhyme. Rhyme. After the rhyme. يعني ايه مس رايم؟ بالعربي. مس رايم. مس رايم. مس رايم. Before swimming goggles, eh? What's the beach? Awesome, yes. Right equipment. نحن نأخذ lesson 4 و 5 الفرد. Yeah, equipment. يا مس مش احنا هنكمل الدرس بتاع النت اللي احنا اخدناه بس هنكمله ايه هنكمل السيلابز النهارده وهناخد ان شاء الله lesson 4 5 يلا كويكلي مس بعد مس الكلمة بعد equipment يا مس finish مس انا هبعتها بعد goggles يلا بعتهم جروب الواجبات يلا ما فيش خلاص بقى كده كفايه بعد swimming goggles مس يلا عشان انا اشرح السبب فين المايك بقى عايزين صوت بقى مش عايزين شوشره عشان احنا كنا المفروض ان احنا خلصنا this lesson but ال pronunciation كمان شرحناه فاضل السيلابس syllables المقاطع اه يا شباب syllables يعني ايه المقاطع يعني ايه مقاطع طبعا any word have بص يعني any word have one sound vowel yeah احنا كمان ما خدناش listening بجد؟ ايوه yes. احنا ما خدناش الليسننج اه صح تمام ماشي انا هاخد السيلابل الاول وبعد كده هناخد الليسننج وهنحل الهوم وورك اوكي ماشي حاسه هتخلص مش هنلحق ناخد الدرس المهم ان احنا نفهم مش مهم ان احنا نخلص احنا يلا يا مس عندنا يا مس مراجعه احنا راجعنا على يونت 1 وخدنا امتحان عليها ماشي يونت 1 خلصها ونفس الكلام هناخدها ونمتحن عليها وممكن نعمل امتحان تراكمي ماشي الاسبوع الجاي كان علينا امتحان الاسبوع اللي الجاي هناخد امتحانات الشهريه ايوه تمام عندي مراجعه جنبي الحصه ايه عادي نراجع قبل الفصل كم يوم؟ أيوة إن شاء الله هنراجع مش هو الامتحان حيكون على أي لسن أي يونت قصدي حد ما وقفنا مش طيب عادي تخليها أول يونت ما احنا ممكن نخليها على يونت 1 بس لان احنا لسه ما خلصناش يونت 2 يلا بس ركزوا معايا عشان الوقت ماشي وبعد كده هنبلغكم قبلها يعني لحد ليسن ايه اوكي يلا هنتكلم عن السيلابل what about syllables syllables ده is the part of a word the جزء من الكلمة that contains a single vowel sound
بيحتوي على one single vowel يعني صوت متحرك واحد. يبقى any word have one sound vowel أي كلمة فيها حرف متحرك واحد this means this word one syllable ده معناه إن الكلمة دي مقطع واحد. يبقى أي كلمة تحتوي على حرف متحرك واحد بس ولكن ركزوا مش كمان حرف متحرك واحد صوت متحرك يعني أنا ممكن ألاقي كلمة وي ماس يعني انا ممكن الاقي كلمه واحده فيها تو فاول فيها حرفين متحركين ولكن التو فاول دول بيديني ايه وان ساوند صوت واحد فده معناه ان الكلمه دي برضو وان سيلابل مقطع واحد يعني ازاي هقول لكم يعني مثلا زي الكلمه دي This word have a how many vowels? How many vowels? كم عدد الحروف المتحركة في الكلمة دي؟ اثنين. انت هتقولي يا مس طب ما انت قلتي الكلمة طالما بتحتوي على حرف متحرك واحد يبقى هي مقطع واحد طب دول اثنين يبقى دي مقطعين؟ لا غلط ليه؟ لأن الإي آدي هتديك one sound صوت واحد بس اللي هو صوت الإي يبقى طالما اديتك صوت واحد يبقى كده دي مقطع واحد يبقى احنا ملناش دعوة بعدد الحروف المتحركة احنا لنا دعوة بالأصوات المتحركة أيوة يا مستي إيه لسه عادي تفتحي لي يعني تشيلي البتاع مس دروسات شالتي الكاميرا يعني قفلت الكاميرا انا بس عادي لو انت فتحتها لي افتح لك الكاميرا ايوه يا مس اصلا مس الدراسات قفلتها لي انا ليه عشان يعني كنت جايبه اختي صغيره وقالت لها ما ينفعش عشان ممكن هما يتشتتوا في حصتهم فقفلت الكاميرا وقلت لها خلاص يا مس مش هجيبها قلت وديتها لماما وتفتح ممكن تفتح لي قالت لي ماشي بس ما فتحتهاش غالي تمام شكرا طيب ركزي بقى طيب another word يعني مثلا زي كلمة كده كلمة like مثلا eat This word solve. Huh? One syllable or two syllables? One syllable. Two. شباب شباب اقفلوا المايك 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 اللي عنده دوشة حواليه اقفل المايك. So O and this is A. O. So بيديك صوت واحد يبقى دي syllable one syllables one syllable مقطع واحد ده. تمام طيب اما ايه موضوع تو سيلبل مقطعين يعني مثلا like this word ها this word have three four, three. Three vowels, yeah? Okay. Three. فيها تلات أحرف بس دي هتتصنف إيه؟ هتتصنف إزاي دي؟ Two syllables مقطعين ليه؟ عشان إحنا عندنا الـ E آدي together this E and A plus together says A E ده يعتبر مقطع واحد نيتيم هديك ساوند إيه؟ E R together R so T
teacher. So two syllables. This word have two syllables. الكلمة دي لها مقطعين بس اللي هو teacher. Teacher. هتقولي طب ما هي فيها يا مس ثلاث حروف متحركين، هقول لك ما الاي والآ دول together مع بعض بيقولوا اي، فاحنا هنحسبهم one sound صوت واحد. انت بتحسب الكلمة من خلال الأصوات بتاعت الحروف المتحركة مش العدد بتاعهم، تمام؟ اوكي تمام يا مس. طيب طب الكلمة دي كم مقطع؟ 3 3 2 no 2 2 syllables. two. pineapple. pineapple because letter E هنا magic، ده مش هيتنطق. وأنا نطقت إيه؟ مس كلمات الدرس الأول كلها كل الكلمات في كلمات حافظة وكلمات مش حافظة. يا مس هي أكتر كلمات مش هتتنطق، مش هتتنطق يا مس. يا مس أنا قلتها تو، عارفة إزاي؟ لأن إحنا قلنا دي ماجيك إيد في الآخر. بل باينابل. باينابل اتنطق باينابل إيه؟ هو أكتر باين لوحدها وبل لوحدها. طيب هنا بيقول لك ايه، بص ركزوا هنا. طبعا this word is a one syllable، دي مقاطع ذات، دي كلمات ذات مقطع واحد. ليه بقى؟ عشان تحتوي على one vowel sound صوت واحد متحرك. like man cat red sun pen sock. تمام. لكن two syllable كلمة بقى فيها مقطعين. like ايه؟ بصوا كده spider. هتلاحظوا اتنطق ال y وال e. so spider two syllable. two. yeah. paper. paper اتنطق ال a sound letter a وال e. paper. robot. 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 two. robot two syllable. yeah. teacher. teacher. طيب هتلاحظوا هنا تو، لان الاي ا اديك ساوند واحد بس. انا ما قلتش تي اتشر، انا قلت تيشر، نطقت الاي ا توجذر اي سو تيشر. ويندو. وين دو تو تو نطقنا الاي ونطقنا الاو دبليو او سو او. يبقى دي تو سيلابلز مقطعين. Yeah. مكرر بس. No, no toilet. Ha. Huh. Tiger. 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 Yeah, نطقنا ال I وال E. So, tiger, two syllables. Okay? Okay. يلا كده. يلا يا حمزة. Number one. ماشي يا مس. With long vowel sound. I use my a racket. هو بيقول لك حط ترو صح على الكلمة اللي فيها long vowel sound، يعني صوت طويل. ركز، صوت ايه؟ طويل مش short. I use my sunglasses. لا لا احنا هنا كلمة cry. انا كنت بحسبها read and then did cry. صوت long ولا لا؟ no. ازاي لا فيها؟ دي فيها مصغر واحدة بس. ما قالش cry، انا بقول cry. مش احنا قلنا او ما قلناش الواي دي اسمها سيمي باور، ده حرف نص متحرك بس. هو هنا نطق ايه؟ long e long i. so cry. ال cry
قال كراي، يس. ما قالش كراي. كان اسمه هي كده طبعا ولا بنحط ترو ولا لأ؟ ترو كراي. طيب فيول. هاي حمزة. ايه في نمبر هو تو في بيقول لي يا الكويز. مس، انا يا مس بيقول لي يا مس ان انا اعمل صحة على كلمة طويلة. اللي فيها long vowel، اللي فيها صوت متحرك طويل، واحنا عندنا هنا cry فيها long i ال y بتدينا دي cry long i. so swim معانا ولا لا يا حمدة؟ اه swim. اي وام لا بس swim long لا short long the short first short. yeah super. number three شام. يا بس الصباح نعم يا مس. so do you have a long vowel or short vowel sound? شورت يا مس. no so oh لا لونج لونج. it's long oh yeah. number four ISO. yes fuel يا مس فا أنا بأيسل. who ايه؟ through لا بس بيقول لك ايه، هي فيها long sound، فيها صوت طويل. كلمة fuel دي long ايه؟ long time. yeah long sound. ايه بقى long sound you؟ عشان انا بقول fuel so you e says you، يبقى فيها long you. يا مس number ينفع اقول بعد five ايسن؟ ينفع اقول بعد ايسن؟ احنا ماشيين بالدور، ماشيين بالدور بس عشان ما نتلخبطش. واكيد دورك هي احمد. انا جوري يا مس. جوري سوري جوري، ماشيين بالدور يا جوري عشان الدنيا ما مس تتلخبطش. انا برضه لسه مرات ما عرفتش. انت دورك بعد احمد، يلا احمد نمبر 5. start ها يا this مس word لو have long vowel sound or no؟ لونج يا مس يا سوبر لونج. ايه لونجر لونج؟ ايه ها ايه الصوت ايه اللونج اللي في الكلمه دي؟ ايه اللي هي حاله ايه اند كانسن اند ماجيك ايه. يا نمبر 6 هتبقى ايه يا جوري؟ كوبي هكون يا مش كوبي، هي اسمها كيوب. كيوب صوت اللونج ايه ده؟ كيوب هكون صح. يا صح، بس هو لونج ايه بقى؟ ايه لونج ايه؟ لونج يو، مش اليو الكونسون والماجيك ايه؟ so long يو. مي هكونتو هي هتبقى ترو صح. يا نمبر 7 هدى عبد الستار. هدى feet have long vowel sound yes اللي هي ايه بقى؟ اللي هي مس اللي الدبل اي سيز اي لونج اي. مثل نمبر مش 8 اسر. نمبر 8 حاضر يا مس. نمبر 8 هوت yeah have long vowel sound or no؟ صح. لا انا بقول ها هذا مش غلط. yeah the short sound o. number 9 يا هدى. هدى حمودة معانا النهارده ولا غايب؟ I am here. yeah number 9 have long vowel sound or no؟ باي. light. yeah why light. light. father raise your voice I don't hear you. light. so this long a right.
long I بس احنا خدنا ال I G H says I G H together says I so light مس yeah ما شفتيش يا مس البرزنتيشن اللي بعتهولك؟ ايوه شفت شفتي؟ مس ادهم معانا النهارده ولا غايب؟ موجود يا مس. نمبر 10 هتبقى ايه؟ كون سايمس كون كون لا هي كلمة بوت دي have long vowel sound or no يعني الكلمة دي contain long vowel في فيها long vowel ولا short vowel Yeah, the short O. Oh, but yeah. 11, Yusuf Asam, man. Yusuf. Assalamu alaikum, ya miss. Alaikum assalam. Ana mamat Ahmed, معلش يا أحمد تعبان بس عايز أدخل الحمام. تمام مفيش مشكلة حضرتك ورفضت أنا بس لما بيقولوا التايلت كله بيقول تايلت وأقوم نشرب وبيضيع السيشن لا هو فعلا تعبان والله لا مفيش مشكلة عادي ماشي تعالي خلاص يلا يا يوسف بس اسمه ما قلتش ما انا قلت لكم ماشيه بالترتيب بس عشان الدنيا ما تتلخبطش وكل ياخد دور يوسف عصام مش موجود يبقى يوسف مراد يلا فين 11 اوكي كان لا لا not كان اون كان اون صح كون يا هي صح بس فيها لونج ايه بقى فيها long O مش بقول كو O O plus consonant plus magic E yeah. مش احنا قلنا O وحرف ساكن و E هيديك long O yeah. قلت كون بون فهمتوا؟ yeah. تسنيم معانا ولا غايبة النهاردة؟ تسنيم؟ نعم آخر واحدة يلا can have long vowel sound or no بين هي تسنيم read this word no. رأيها كده بين pen pen انت شايفه ان هي فيها long vowel sound no no so the short e يبقى هي ما فيها تمام yes yeah هو احنا هناخد درس جديد ولا لا انا هنقرا الليسن ده وهنحل الهوم ورك يعني بدل ما ناخد درس جديد وخلصنا هناخد يلا مش هناخده بس اذا ما لحقش الوقت هنكمل الحصه الجايه ان شاء الله يلا هنا بيقول ايه هنا طبعا ايه الليسن بتاعنا بيتكلم عن السبورتس الرياضيات ما حدش يلعب في الكيبورد شباب اقفلوا المايك وركزوا في البرونسيشن في نطق الكلام so I love my sport I love my sport kicking a ball on a pitch is my favorite thing في صوت بيتردد في المايك فالفتح المايك يقفله so
I love my sport. أنا بحب الرياضة بتاعتي. Kicking a ball, ركل الكرة on a pitch في الملعب is my favorite thing. ده أفضل شيء إيه بالنسبة لي. This boy says this. And this girl says being in a swimming pool and doing this sport is the best thing for me. بيقول كوني إن أنا في حمام السباحة ده وبعمل الرياضة دي is the best thing, ده أفضل شيء for me, بالنسبة لي. طبعا هي كده بتفضل ال swimming pool اللي هو إيه؟ ال swimming السباحة. So this boy says إيه؟ I like the way I can do lots of different things. I like high kick space. بيقول أنا بحب الطريقة اللي أنا بعمل بيها الحركات المختلفة دي. I like high kick space. أنا بحب الركلات العالية. طبعا ده إيه؟ ده إيه ده؟ ده رياضة إيه دي؟ حد يعرفها؟ Guess what? تيكوندو. تيكوندو يا مس. أول واحد قال لك تيكوندو. كاراتيه يا مس. كاراتيه. You have to play on a small court. بقول لك أنت تقدر تلعب في ملعب صغير. With walls, مع جدار, all around, حواليك. You have a small racket and you move very fast. وانت لازم تتحرك بسرعة قوي. Guess what this sports. I think This is squash. لازم نكمل الرياضات دي ايه؟ كل واحد بيقول الرياضة المفضلة ليه ولكن ما بيوضحش اسمها، فاحنا من خلالها نخمن الرياضة دي. طبعا أول واحدة دي سويمنج، دي بقى كاراتيه، وممكن تكون كونغ فو برضه. دي بقى سكواش، لأن احنا قلنا السكواش بنلعبه في ملعب صغير و الوولز اراوند ايه؟ اراوند يو، على الجدار الحيطان بتبقى حواليك. وانت لازم اوريدي ايه؟ موف فاست، تحرك بسرعه عشان تلحق الكوره قبل ما تنزل ايه؟ الارض. هنا بقى بيقول ايه؟ I think it's an awesome sport. انا اعتقد ان هي رياضه awesome رائعه. And I practice a lot in the summer. وانا بتدرب عليها قوي في فصل الصيف. They have tennis court in the park and I go there with my friends. وانا بروح هناك العب مع اصدقائي. Guess what this sport. Tennis. Yeah, tennis. Tennis. هنا بقى الملتزمات والحاجات اللي بتحتاجها الرياضيات دي. So هنا بيقول لك ايه؟ This is what I wear to play football. Boots. This is what I wear to play football. قال لك ده اللي انا بلبسه عشان اعمل كرة ايه؟ قدم. اللي هو مين؟ Boots. ما ينفعش اصلا تلعب كرة قدم غير بيه، لان بيبقى محتوي على حاجات كده من تحت بتثبت رجلك في الملعب. Boots يعني. This is where I play football. This is where I play football. طبعا البيتش. البيتش اللي هو الملعب اللي احنا بنلعب فيه كرة القدم. بس انا عندي تلات كوتشات من وغالي جدا. Yeah. طبعا هم مخصصين بس لكرة القدم مش للخروج يعني. So swimming ball. This is where I go swimming. ده المكان اللي أنا بروح أعمل فيه سباحة. Swimming pool. Goggles. This is what I wear to go swimming. Goggles طبعاً اللي هم نظارات بتاعة المية عشان المية. أيوة مثل عندي. Yeah, goggles. عشان أنا بلعب سباحة. Yeah. في سؤال برضه عندي.
Yeah, this is what I used to play squash. طبعا الراكت نستخدمها عشان نلعب ايه؟ سكواش راكت. انا برضو عندي يا بس. Yeah. This is where I play squash. طبعا small court ركزوا بقى. Small court دي اللي هو ملعب صغير ده بتاع السكواش. بس البيتش ده بتاع الطاقة. بس انا كل يوم بروح. مس مس yeah. مش انا عندي سويمنج بوبل حديث دلوقتي وعم في تحت عند العماره دي يا مس. انا مش عندي سويمنج جوجل سباحه وطلعت الثانيه في البطوله يا yeah. واخده الميداليه الشهاده. تمام طبعا الرياضيات كويس. طيب نكمل هنا كره القدم يا مس واخد ميداليه. طبعا الكاراتيه سود دي this is what I wear to دي البدلة اللي بستخدمها عشان اعمل ايه كاراتيه. بس انا عندي هي دي البدلة بتاعت المايك. بس انا عندي ميدالية كرة القدم. انا برضو عندي ميدالية كرة القدم برضو عندي ميداليتين برونز وواحدة بس. Yeah. هاي كيك. ايه هاي كيك دي؟ الضربات العالية. طبعا دي بنعملها لما بنعمل كاراتيه. This is what I do when I do karate. تمام. هو ايه الفرق بين الكاراتيه والكونفو؟ انا بلعب كونفو يا مس. بلعب كونفو. طب ممكن توضح لنا ايه الفرق بين الكونغ فو والكاراتيه؟ مس الكاراتيه يا مس بتكون يا مس يعني بص يا مس بس ممكن يعني لما تيجي تضربي يا مس بتعملي بالراحة واحدة واحدة مش بتعمليها بس بسرعة. الخوف تضربي بيه. بس ممكن انا احدد عادي يعني تضربي بوش بيه. لو تقدري يا مس اتكلم وانا مش فاهمة اللي بيلعبها بس يقول لنا الفرق. بس ايوه انا مس. بس يا لا انا قلت ان انا اللي بلعب تجيبي حاجات فوقك كده وتضربي الواحد او ده كوم. لا مش كونفو كده ده انت لا لو تقدر تكسر. بس تنط لو تقدر تنط وتعمل شقلباص وتكسر خشبة لوحة خشبة تقدر تعملها؟ ايوه بقى يبقى ال ال تمام يبقى الكاراتيه ان انت بتلعب شخص زيك لكن الكونغ فو ده انت بتتعامل مع اثقال يعني ولا ايه؟ يا بس ابن خالتي بيلعب كاراتيه واخد الحزام اللي انا واخد الاحمر محمد. انا واخد الحزام الاحمر. ممكن يا مس انا بس اقول يا مس ان خالتي اخد الحزام اللي هو فيه اعلى الكرة حاجة الذهبي. اعلى حاجة البني. لا اعلى حاجة الاسود في ذهبي. يلا طيب بس ستوب 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 ويت 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 خلاص بقى. ها شباب والله الاحمر ويت ويت خلصنا نقاشات. يلا قفلوا المايك. مش استمعي كله. مش استمعي ده بس عادي. انا اول واحده اقرا. بس واحده غير كلمات. انا مش هقفل المايك. هقفل المايك. انا قفلوا المايك من عندكم. يلا هعمل ميوت. يا مس انا اول واحد. بليز انا اول واحد. بليز انا اول واحد. كل اللي فتح المايك هعمل له ميوت. اقفلوا المايك وركزوا معايا عشان البرونسيشن. يلا عشان في صوت بيحصل عندكم. اقفلوا المايك بليز. برونز ميدل. برونز ميدل ميدالية برونزية. برونز ميدل. اثليت. اثليت لاعب رياضي. اثليت. واتر بولوشن. واتر بولوشن. Water pollution. Water pollution. تلوث المياه. Water pollution. Amazing. Amazing. My. Turn off your mouth. بيطلع عندك يا بس. صدى طلع عندك. Amazing. Amazing. Champion. 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 Right. عندك يا مس الصوت ده؟ لا مش عندي انا طبعا.
يا مس عندي كبس طلع من عندي. لا عند آسر يا مس. يلا اقفلوا مش كده. عند آسر. انا قافل المايك بقى، آسر ما فيش قافل صوت بس كده. نعم يا مس. سوري اقفلي، نعم يا مس. انا بقفل المايك. اقفلوا المايك من نفسكم. نعم يا مس. اقفل يا آسر. انت قلت لي ان انا افتح المايك. ما قلتش محدش يفتح المايك اطلاقا. بايوغرافي بايوغرافي بايوغرافي، سيرة ذاتية. بايوغرافي وايلد لايف. وايلد لايف دي هنا سايلنت ليتر. سو برونز ميدل اثليت واتر بولوشن اميزنج اميزنج شامبيون 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 برايز برايز. بايوغرافي بايوغرافي سيرة ذاتية. بايوغرافي سيرة ذاتية يعني الواحد بيكتب عن نفسه عن شخصيته عن كل ما تفاصيل حياته اسمها بايوغرافي. وايلد لايف حياة برية. وايلد لايف مش وايلد لايف، ادي هنا سايلنت ليتر. سو كومبيتيتور كومبيتيتور منافس. كومبيتيتور افكتس اثار افكتس. واتر بوديز water bodies مسطحات مائية. water bodies waste water waste water مياه الصرف. waste water. extra vocabulary عندنا gold medal gold medal gold medal polluted ملوث. polluted ملوث this adjective صفة. training training تدريب this noun training yeah. هو احنا مش هنحل الواجب معاكي؟ أهم حاجة تاخدوا ورجس عشان تحفظوها للسيشن الجاي، وبعد كده نكمل باقي الدرس وهنحاول نحل جزء دلوقتي بس ركزي. ها sports person درس ايه؟ ممكن تقسمي الدرس، درس كتير جدا. ايوه هو درس طويل، فاحنا هناخد الكلمات الحفظ وهنرجع نحل الهوم ورك، بس بقى بطلوا كلام عشان نخلص. sports person sports person ركزوا في النطق. شخص رياضي. garbage garbage يعني قمامة. garbage harmful harmful دار. habitat habitat mountain او بيئة. habitat like agriculture habitat بيئة زراعية مثلا يعني. flag flag moment moment لحظة. chemicals chemicals مواد كيميائية. chemical organisms organisms يعني كائنات حية. organisms successful ناجح. successful harm harm يؤذي. harm paralympic paralympic ده خاص بالبليات دي الاحتياجات الخاصة الناس اللي هي عندها إعاقة يعني. paralympic paralympic therefore therefore نتيجة لذلك. therefore agriculture T U R E therefore therefore agricultural T U R E T U R don't talk so agricultural. think think يغوص. think as the hold. think solutions solutions حلول. solutions cause cause كو ال ايو بتنطق او والاس بتنطق ده. so cause سبب. ماركان اللي هو مغرب الجنسية. ماركان ريو اولمبيكس ريو اولمبيكس اللي هو
الألعاب الأولمبية اللي هو الريو، ريو أولمبيكس يعني. دي طبعا مسميات المفروض بس تعرفوها. conjunction of verbs يا عادي تسكري تسكري الشات. وكمان في حد بيتكلم في الشات؟ ايه كل ده؟ يوسف ايه اللي انت كاتبه؟ يا مس ده فوق ال 40 رسالة، يا مس ده فوق ال 40 رسالة. يا مس اقفليه. ايوه كده يا مس، على فكرة انا اللي بدأ يتكلم. انا قلت كفاية، ما تتكلمش في ستيشن. انتوا ازاي يعني بتروحوا تتكلموا في الشات وانا بشرح؟ هو انا الكلمات دي انا اصلا عارفاها وانا بشرحها لمين يعني؟ انتوا مش حاسين بالمسؤوليه اللي انتوا عايشين فيها ليه؟ والله ايه انت ما فتحتش ايه الشات يعني؟ ولا انت عملت قاعد اي تتكلم حاجه، وهو قاعد يرد ما عليك، عملتش انتوا اي حاجه. بتفكروا ايه؟ مش على فكره ادهم اللي بدا يتكلم وجو و على فكره براحتكم، احنا مش هنتحايل على حد، كل واحد عارف مصلحته. كل اللي انت بتعملوه ده كلام ملهوش لازمه ومش هينفعكم في حاجه، وانتوا مش صغيرين عشان اقعد انبهكم. براحتكم. conjunction of verbs تصريف الافعال. عندنا regular و irregular. regular دي افعال مصادر like destroy، destroy يدمر، destroyed دمر. والكلمات دي كلها هسمعها السيشن الجاي. بريجولر بريجولر، destroy destroyed، compete competed. كل الكلمات yeah change يغير، changed. ايه الكلمات يا مس كتيرة جدا، بقعد فيها كتير جدا في الكلمات دي وصعبة. مش صعبة، احنا في كلمات قلت لكم مش مهمة، اللي هي زي ريولمبيكس دي برضو، البارالمبيك دي، يعني الحاجات اللي هي المسميات دي مش مهمة. المهم ان انتوا تحفظوا لي الافعال دي، مهمة جدا، والاكسترا والكي فوكابري ماشي. وهسأل برضو في حاجات هنا، بس يا اهم مس حاجة نحفظ حقن، ايه؟ نحفظ حقن. يا مس اللي انت طيب خدتها صح، لو احنا ناخدها من الإملاء ايه؟ اللي تو كنت حاطة عليهم صح، دول إملاء. ايوه دول دول. طب مس ابعتوهم اللي لمس على منحفظ الجروب. طيب هناخد منهم برضو، بس انا بقول يعني اللي مش قادر خالص يحفظ الاول وال conjunction of verbs الافعال، تمام، الفيربس مهم جدا. يعني انا مش احفظ الاول. والله بص، الشخص الشاطر اللي عايز يقفل وعايز يجيب درجه كويسه وهاي جريد كده بيحفظ كل حاجه، حتى الاكسبريشنز دي والبريبوزيشن مهمه جدا، فانت مطالب بكل حاجه عندك. انت عندك ايه؟ بس هو احنا الاكسبريشن بنسمعها؟ ايه؟ مس هو احنا كده يا مس اخدنا لحد الدرس الخامس صح؟ اخرنا ازاي يعني؟ حصص الحصة النهاردة يعني؟ اه ايوه، بس خلينا نخلص الوردز. يلا change يغير، changed غير، avoid avoid يتجنب، avoided تجنب، carry يحمل، carried حمل، kill يقتل، killed قتلة. طبعا احنا هنا عارفين الاي اي دي جت منين، حذفنا الواي وحطينا اي اي دي. when يفوز، won فاز، become يصبح، became اصبح، lose يفقد او يخسر، lost فقد، begin يبدا، began begin يبدا، began بدا. important expressions and position عندنا with special needs ذو احتياجات خاصة،
with special needs at the age of في عمر at the age of compete against يتنافس ضد compete against famous for مشهور ب famous for okay طيب انا هحاول اقرا الليسن ده لا انا هرجع للهوم ورك ورا عشان انا مش عايزه اسيب هوم ورك طيب انا هحل انا الهوم ورك اوكي اوكي حاولوا تركزوا في الاجابات اللي عنده اي مشكله في اجابه يا مس لحظه ممكن لحظه I use my note to play squash so racket I like because I can do a lot of movies and high kicks so karate I wear my two go swimming goggles. We play tennis on a On a court. Not pitch, football pitch, yeah. And then angry pitch strong swimming goggles. هنا بيقول لك doing sports is very awesome. Power body. Sports makes us strong. This number one. And healthy. My favorite sport is I began to learn swimming. Yeah. I began to learn swimming when I was 7. I love going to the beach. Yeah. And swim in the sea. I wear my swimming goggles. Yeah. هنا rearrange هنا I go swimming with my friends تمام يا بس بس اللي بعدين kicking kicking a ball is my favorite thing. Okay? Okay, MS. Okay. Okay. Yeah. So football is one of the most popular sports in the world. People like it very much. People play football in pitch. On of the most important games in the Olympic Games since 190. People play football by foot only, but the goalkeeper is the only player who can hold the ball. With his hands, people play football in two teams. Each team has 11 players. The winner is the team who scores the most goals in the match. So, the ticket to talk about football. Tickets to talk about a football. People play football in a number B. Yeah, pitch. يقول لك who can hold the ball with his hands? Goalkeeper. There are only people play football by their hand. Yeah, super. Hannah, number four, summarize the tickets in one sentence. Does it take it in one sentence? Football is one of the most popular sport in the world. Yeah, super. ممكن كمان نقول football is very important. هي أول sentence أول جملة هي ال extra بتاعت ال text كله خلاصة يعني. Punctuate the following. هنخلي طبعا ال why. The yes, sir. Where's his boots?
to play a sentence, we put a full stop. Eh? At the end, we put full stop. Yeah, full stop. Tammy. Sports equipment. إيه ممكن نكتبه في الباراجراف ده؟ ماشي في هوم ورك ولا لا؟ Very important. نعم. And very easy. ماشي. It's paragraph very easy. سهل جدا. ماشي الباراجراف ده اللي هوم ورك؟ أنت ما بتعملوش الباراجراف ليه؟ مهم جدا. أنا بعمله أنا كتبته. ماشي أنا كتبته. وانا كمان يا بنت بكتبه مثلا اهو ده بتستخدموا العناصر الارشاديه يعني مثلا انا كتبته يا مس والكاراتيه سوت ممكن كمان نتكلم عن السويمنج السباحه ونكتب الجوجلز اللي هي النضاره بتاعت الميه دي وممكن كمان انا كتبته يا مس ونكتب الراكتس نكتب الراكتس عن التنس وكتبت ويعني في مجال كتبت ان الفوتبول عايزه اسمه ده فوتبول بوت يا مس وعايزه كمان ايه هنلعبها في بيت يعني في مجال ان احنا نكتب كتير قوي في الباراجراف ده فاعملوه كويس يعني ده الهوم ورك ايوه خلي الباراجراف ده هوم ورك ونشوف مين هيعمله كويس انا كتبته هبعت لك اياه مره